سلام لكل القديسين في المسيح يسوع. الموضوع اللي هكلمكم عليه النهاردة هو يخص بالإجابة على سؤال: هل قاوم الرب الشر بالشر في العهد القديم؟ السؤال ده طلع في دماغي لما كنت بفكر في العهد الجديد. ربنا لما ظهر في الجسد كان بيتعامل مع الإنسان بكل حنية وبكل رأفة وبكل شفقة. لما جه السامرة رفضت يسوع، التلاميذ طلبوا منه أن تنزل نار وتهلك أهل السامرة. راح قال لهم: لستما تعلماني من أي روح أنتما؟ ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص. وهو على الصليب لم يطلب أن تنزل نار من السماء وتاكل الناس اللي حواليه، قال لهم، قال نادى للآب السماوي، قال له: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب ازاي هذا يتفق مع عقوبات ربنا اللي في العهد القديم؟ هل يهوه اللي في العهد القديم اختلف عن يسوع المسيح يهوه الظاهر في الجسد في العهد الجديد؟ ازاي يرجع في العهد الجديد يقول لهم احبوا اعدائكم ولا تقوموا الشر بالشر؟ انا لو افترضت ان العهد القديم كان ربنا بيعاقب القاتل بالقتل، هو كده ضمنيا بيعمل بيعاقب الشر بالشر. لما كان يعاقب الإثم بالقتل أو بالسحق أو بالطوفان أو بالنار، هو كده لا يتبع وصيته الأخلاقية اللي حققها في العهد الجديد: لا تقوموا الشر بالشر بل قوموا الشر بالخير. هل فعلا العدل الإلهي اللي احنا بنتخيله أو المنتشر حاليا في الفكر الكنسي هو نفس الفكرة اللي ربنا لما نزل على الأرض والجسد قال لنا ما تعملوهاش: لا تقوموا الشر بالشر؟ ولا لو احنا خدنا نفس المثل اللي شرحت بيه قبل كده، ان العهد القديم كان عبارة عن مرض بلا شفاء، خطية بلا دم، مفيش دم إلهي يرفع خطية العالم، مفيش دم يطهر الخطية، كان دم التيوس والعجول لا يكفي. في سفر عبرانيين لما اتكلم بولس بيقول ان دم تيوس والعجول بتوع العهد القديم دول ما كانوش بيرفعوا اي خطايا ولا بيغفروا اي حاجة، فكان الوسيلة الوحيدة لمنع انتشار الشر هو عقوبات وقتية. حتى الموت كان عقوبة وقتية، لأن كل اللي ماتوا في العهد القديم لم نعرف ماذا كان مصيرهم بعد كده. الإجابة في العهد الجديد في رسالة بطرس الأولى اللي بيقول إن الناس اللي ماتوا في أيام الطوفان في نوح ربنا نزل بشرهم في الجحيم. كل العقوبات في العهد القديم كانت وسيلة مؤقتة استعملها الرب لمنع انتشار المرض اللي كان بينتشر زي الفيروس في كل مكان. في العهد الجديد لما جه هو كان العلاج، دمه كان العلاج المتاح لكل الناس، وبالتالي ما كانش فيه حاجة للحجر الصحي، ما كانش فيه حاجة انه يموت الناس ويحطهم في الهاوية مؤقتا لحد ما يجي ويفتح باب الهاوية ويطلعها. لو احنا فهمنا ان تعريف الدم في العهد القديم كان هو الحياة، دم الحيوان هو نفسه ودم الانسان هو نفسه او حياته، هنعرف ليه ربنا كان بيستعمل الدم. الحاجة الى الدم كانت تعني في مفهوم ربنا هي الحاجة إلى الحياة. الإنسان مات وروح الموت كانت تعمل فيه دائما، فكان محتاج نقل دم يمثل الحياة ويكون دم بريء بلا خطية. دم الحيوان كان مجرد رمز، كان بيرشه على المذبح، كان بيرشوه على القوائم وعلى الأبواب، وكان بيرشوه على خيمة الاجتماع من بره ومن جوه كنوع من التعقيم الخارجي، ولكن جوه الإنسان القلب كان بلا شفاء. الدم ده كان العلاج بتاع الموت، الحياة كانت هي علاج الموت. هو ده العدل الإلهي. العدل الإلهي كان مقصود بيه إنه ياخد الموت ويدينا مكانه حياة، مش إنه يعاقبنا أو يعاقب حد مكاننا. الحياة الإلهية دي أعطيت لينا على الصليب لما المسيح سفك دمه، وأعلنت لينا في الإفخارستية لما بناخد دم يسوع روحيا بالشركة في الخبز والخمر. دم المسيح ده هو كان الحقيقة اللي كانت رمز ليها كل ذبائح العهد القديم، عشان كده ذبائح العهد القديم ما كانتش بترفع الخطايا، لكن دم يسوع رفع الخطايا، طهرنا من جوه. احنا كنا محتاجين نقل دم، كنا محتاجين نقل حياة، وكان الصليب والقيامة هو نقل حياة يسوع لينا. هو ده العدل الإلهي، ما كانش عقوبة، ما كانش بدلية، ما كانش في حد بيتعاقب مكان حد، لأنه ربنا ما كانش هدفه يبرئ المذنب أو يذنب البريء، ما كانش هدفه أن يصلب بريء مكان مجرم،
كان هدفه انه ينقل حياه جديده، حياه الاله المتجسد بشخصه الى الانسان، فيتطهر الانسان من داخل ومن خارج، وتعمل حياه يسوع داخله تدريجيا لحد ما تغيره فيصبح طليقه جديده. عشان كده في العهد الجديد اصبحت لا حاجه لنا الى العقوبات، مش محتاجين حجر صحي لان في علاج للمرض. العهد القديم ما كانش فيه علاج للمرض، كنا محتاجين الحجر الصحي. ان الغضب كان مستعلن من ربنا ضد الاثم نفسه، ضد السرطان اللي جوه الانسان، ضد الفيروس اللي جوه الانسان، ضد الخطيه اللي جوه الانسان، وليس ضد الانسان نفسه. كان هدفه ان يستعيد صوره الانسان التي على شبهه ومثاله. اتمنى الفكره دي تكون وصلت، عشان نفهم ان يسوع لم يخالف وصيته في العهد القديم. في العهد الجديد قال لا تقاوموا الشر بالشر، وهو عمره ما قاوم الشر بالشر. هو ده الهدف من الخلاص، وهو ده الهدف من الحياة في المسيح، وهو ده معنى العدل الإلهي، استعادة الصورة الإلهية المفقودة في الإنسان. نشكر ربنا على نعمته وعلى الفرح اللي بيديهولنا، ونشكر ربنا على ان احنا قربنا نخرج من الحجر الصحي قريبا. له المجد والكرامة الى الابد، امين.